ليلى بن حميدون مديرة مستشفى 20 غشت. راه حنا اليوم في مستشفى 20 غشت تابع للمركز الاستشفائي ابن رشد، كنحتفلوا باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه والاشخاص اللي هما في حاله اعاقه. هذه هي الدوره الثالثه اللي كنظموا في هذا الاطار، هو تضامنا منا مع هذه الفئه من المجتمع، و سي اوسي ان دوفوار انفير سي بيرسون. نوتر اوبجيكتيف اي دو سنسيبيليزي، يعني التحسيس نتاع المجتمع المدني والاشخاص اللي هما تيهمهم الامر من قريب او بعيد، باش نهتموا بشكل احسن بهاد الناس اللي هما في حاله اعاقه. السلام عليكم، معكم عز الدين نويري، بطل بارا اولمبي، حاصل على الميداليه الذهبيه في 2012 بلندن و2016 بريو في تخصص دفع الجله. اليوم كنت واجد بمستشفى 20 غشت لمناسبه اليوم العالمي المعاق، دير هاد الندوه وهاد المهرجان، كنعتبره انا مهرجان لانه في امس الحاجه ليه، لانه كيوصل واحد الرساله لجميع الناس وكيحسسهم ان الاشخاص ذوي اعاقه شنو لهم وما عليهم، وكنتمنى هاد الفكره تعمم في جميع المستشفيات. كوثر مشرفه على جمعيه امل للمعاقين. اليوم المشاركه ديالنا في هاد الحفله، اننا جينا نخرجوا الوليدات من واحد الجو ديال اننا يعني دائما نفس الحاجه تتعاود، انهم يشوفوا وليدات اللي بحالهم، وكنتمناو ان شاء الله انهم يكونوا فرحانين. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحه وتريد ان تروج لها؟ هل لديك مؤسسه، محل، بضاعه، خدمات، وكاله سياحيه او علامه تجاريه وتريد ان تروج لها؟ هل لديك اعلان، اشهار لسلع، الات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.